بما انه يعني نتمشوا دائما وفق المناسبات خاصه الدينيه منها، اليوم رايحين نشوفوا، ما فيش عندي يعني شفنا الحلويات الاسبوع اللي جاز خاصه نعم. بعيد الاضحى، والحمد لله كان عندها صدى كبير كبير. نشكر جميع المستمعات ولا حتى المشاهدات اللي يعني كامل جربوا حلبة الطابع تاع الكسرونه، لحد الساعه مازالها يعني ناجحه 100% تقريبا، كلهم يعني جربوها رايحين يديروها العيد الكبير. نبقاو في الوصفات تاع العيد، اليوم رايحين نتكلموا على الاضحيه كامل كيما راهي، نبداو من البوزلوف يعني للدواره للعصبان للحم، كل ما هو كاين في الاضحيه ولا في كبش العيد الا نتكلموا عليه النهار اليوم. وتبقى معايا وصفه اللحم رايحين نشوفوها ثاني يوم العيد، لانه في الضحى رايحين نكون متواجده معكم ثاني ايام العيد. فيه برنامج خاص. فيه برنامج خاص نتكلموا على بقيه وصفات تاع اللحم ان شاء الله. اليوم نبداو في اكثر منها وصفات رايحه تكون نقدر نقول ملاحظات، لانه كاين ناس اللي يعني ولات عندها ثقافه توسعت فيما يجري يعني التطهير ولا تعقيم يعني كامل احشاء الكبش ولا البوزلوف ولا الدواره كل يعني ما يتعلق بالاضحيه. احنا نزيدوا نتكلموا بما انه دائما فيه مشاهدات جدد. بالنسبه لليوم الاول فيها يعني بعد تكون تنقيه تاع مشاركه بين الزوج بين الزوجه بين الاطفال يعني بالاولاد كامل كيما راهم، لانه يوم يوم فرحه كامل يشاركوا في هذا النهار. رايح نبدا في الاول بالوصفه تاع البوزلوف تاع الامعاء تاع يعني الغرنوك بصفه عامه، ونمشي للعصبان. بالنسبه للبوزلوف هنا قلت البوزلوف كيما راه بعد اللي يعني كل وحده وطريقتها في التشوار تاع البوزلوف، كل وحده وكيفاه تنقيه. كاين اللي ينقيوه يعني بشاليمو، كاين اللي عطابونه، كاين اللي ديروه في الماء المغلي، يعني هذا الشيء مفروغ منه، كامل تعرفوه وصفه تقليديه وتعودتوا عليها. نمشي من بعد التنقيه تاع البوزلوف، هنا بعد ما تقطعي الراس تاع البوزلوف قلنا كل وحده والطياب تاعها، ولكن قبل الطبخ تاع وصفه البوزلوف نشوف كيف نعقم البوزلوف نتاعي، لانه قلت باللي اضحيه العيد ما نعرفش واش كانت ترعى. اول حاجه ما نعرفش واش كانت تتناول، هنا الدور يرجع لي انا كأم يعني ولا سيده في الدار. كي تقطع البوزلوف نحط ماء عادي، ماء عادي في الاول البوزلوف قبل ما نديرو يغلي نحط كميه الماء لا باس بها، والخل لازم يكون عندكم كمية الخل يعني هي اللي تساهم يعني في التلقية تاع كامل أضحية العيد، يعني نعقموا بها. هنا الخل والماء نحط واحد 20 دقيقة البوزلوف نتاعي، من بعد نحط طنجرة فيها الماء، هذا الماء وحده نحط فيه البوزلوف، ولكن ماشي رايح نطيبه، غير يبدا يغلي يديروا لي واحد الرغوة من الفوق، هذيك الرغوة هي اللي تنقي بها البوزلوف، تنحي بالصفاية هذيك الرغوة الفوقانية تاع اللي طلعت من الماء المغلي. وترمي ذاك الماء وتعادي ديري ماء واحد اخر جديد. الماء الاول يقعد عندي 5 دقائق ما نسحقوش، فقط تخرج كامل الرغوه اللي كاينه في البوزلوف قبل ما نصفيه، لانه لو كان نصفيه راح يطيح عليه كل ما درت والو. نصفيه بالصفايه هذيك الرغوه الفوقانيه، تشوفي باللي فيها يعني واحد اللون بني، نصفي بالصفايه ونرمي الماء تاع الغليان 5 دقائق. هنا اللي نقيت البوزلوف خلاص نقيته بالماء المغلي والخل، نبدا رايحه نطيب البوزلوف، ماشي نطيبه نغليه. وكي نغلي البوزلوف هنا واش ندير؟ ندير ما واحد اخر نقي، رايحه نطيبه ما واحد اخر نقي، هذاك الماء ندير فيه ورقات رند، ندير فيه حبه بصل سنات تاع الثوم، وندير فيه فلفل حب وكمون حب وعرف تاع كرافس، ونحط الماء يغلي ونرفد البوزلوف اللي عقمته ونغليه في هذاك الماء مع كمية تاع الملح ومغرفة تاع الخل. كمية الملح، الملح ضروري جدا في أضحية العيد. نطيب وراني نطيب في البوزلوف، ولكن إلا شفت رغوة واحدة أخرى عاودت طلعت يعني على السطح نزيد نصفيها نحيها بالصفاية ونخلي الماء نتاعي حتى يطيب عادي. إذا درتها في الكوكوطة عادي جدا يعني ما نديروش الماء بزاف، ولا درت يعني في طنجره نخليه يغلي وحده حتى يطيب تماما. هنا كاين ناس كبار في الدار، كاين اللي يحبوا البوزلوف يعني شيخ ولا جوزه في الدار ربي يطول في عمرهم، يحبوا البوزلوف مغلي ما يحبوا فيه حتى اضافات، نحي نعطيلو كل واحد قلت نعطيلو حقه في هذاك النهار، يعني اضحيه العيد الكبير حقه الصغير حقه، كل واحد لازم نرضيه هذاك النهار. شفت باللي الكبار ما يحبوش بوزلوف طايب ندير لهم مغلي راهو طايب بالتوابل وبنين. هنا غليته راهو طايب، نحي العظم على اللحم ونبدا رايح نطيب البوزلوف. الا حبيتو سلطه كيما راه ندلو غير الصلصه كيما تاع لا ماريناد نديروها بالخل ولا موطارد وما الى غير ذلك وديريه للاصوص. حبيتو محمر واش ندير له؟ هذاك اللي غليته صفيته ندلو خليط تاع شويه تاع زبده
لا موتارد، ملح فلفل كحل، وتدهني كامل البوز اللوف وديريه في بابي، عفوا ديريه في بلا، ودخليه يتحمر تماما. هذا تجوزي معاه بطاطا ولا سلطه ولا شي اللي تحبوه. كاين اللي يحبوا شطيطحه، شطيطحه ما نديروهاش في الطنجره باه تجيني بنينه. نوجد له مارينات، هذا المارينات واش فيها هنا داك الماء تاع البوز اللوف اللي غلا راهو قي وطايب، نصفيه ندي منه غرفيه. هذيك الغرفيه واش ندير عليها تاع الماء تاع البوز اللوف؟ نسكرفج عليها حبه طوماطيش، نحط عليها ورقه تاع الرند، نحط عليها ملح فلفل الكحل العكري الكركم الزنجبيل والقصبر يابس ومطحون، ونزيد لها قصبر ومعدنوس مقطعين، وندلها درسه. هذيك الدرسه واش فيها؟ فيها قرن تاع الحار تكوني دقيتيه في المهرز مع الثوم، وتخلطيه مع ذاك التوابل اللي راهي في الماء تاع البوز اللوف غرفيه. ديري لها مغرفه طوماطيش مصبره، تولي عندك ان صوص بالماء تاع البوز اللوف النقي. هنا نصف الكمية حطيها على البوز اللوف اللي طايب يعني باه يتبل، وتحطيه 20 دقيقة في الفريجيدار. النصف الباقي واش ديري؟ تشدي بلا تاع الكوشة، تحطي بطاطا تكوني قطعتيها سواء بالطول ولا مدورة، وتفوريها واحد زوج دقائق ثلاثة، ملح وفلفل كحل. من بعد تفرشي، تبقى بطاطا ماشي طايبة مليح في البلا، وهذيك البطاطا تحطي عليها هذيك الصلصة اللي بقات لك تاع البوز اللوف، وتزيدي تفرشي طبقة تاع البوز اللوف اللي كنتي درتيه في لاماغينات، وتغطي بورق الطهي اولا، من بعد ندير ورق الالومنيوم. حذري ماشي نطيبو برك، نطيب وراني ندير يعني وصفات صحيه. ورق الطهي، من بعد نزيد ورق الالومنيوم، وندخل الطبق تاعي للفرن، يعطيني واحد الصلصه نقدر نديرها حتى الحميصه، تولي عندي شطيطحه تاع البوز اللوف ولكن في الفرن بطريقه صحيه. علاه؟ لانه ما فيهاش القغا بزاف. القغا كي نطيبوه نعرفوا باللي البوز اللوف واضحيه العيد فيها بزاف القغا، والناس راهي تعاني من الكوليسترول، احنا نطيبوه رانا نداويه في نفوسنا. اذا طيبت يعني شطحه بطاطا بالبوز اللوف يعني في الفرن باسهل طريقه، شبعها بالقارص. حبيتها مثلا مفور بالبوز اللوف مفور يجي بزاف بنين. نفور واش ندير؟ ندير كميه تاع البوز اللوف، ندير لها مارينات بيضاء هذه المره ماشي مارينات حمراء. هاد المارينات واش فيها؟ نديروا المعدنوس، نديروا الكمون، نديروا الثوم، القصبر والزنجبيل، شويه تاع لاموتارد، ملح وفلفل الكحل، وندخل كامل البوز اللوف هاد المارينات تاع التوابل. نضيف عليها زوج مغارف تاع الزيت، ونضيف عليها الحميصه، ونقطع ربطه معدنوس، نخلط مع نص كاس تاع الماء لانه البوز اللوف راهو طايب، مع نص كاس تاع الماء، وندير هذا الخليط نتاعي ايفور. دوك ايفور في الكسكاس رايح يطيح لك. هنا واش ديروا؟ ديروا بول تاع زجاج، هذاك البول ديري فيه كامل الخليط، غطيه بغطيوه تاع الطنجره، وترفدي البول تحطيه في الكسكاس ايفور. طريقه سليمه احسن من الالومنيوم، لانه الالومنيوم يتعرض لدرجه حراره تولي ماده سامه. ندير البول عادي، وندير هذا لاماغيناد البيضة فيها فقط البوز اللوف والمعدنوس والتوابل البيضة، ودرت معها نص كاس تاع الماء مع الزيت. اللي يحب الحار يقدر يضيف الحار، وديروا الحميصة وديريها تفر في الكسكاس، يولي عندك بوز اللوف يعني مفور بنين بالنكهة، لأنه هذاك البوز اللوف تغليه في الأول بالتوابل، وذاك الماء الأول رميناه والماء الثاني احتفظنا به، راه يحطي لك واحد البنة يعني نقصنا شوية تاع الكغا وعطينا له بنة. كاين اللي بزاف ما يحملوش الريحة تاع البوز اللوف. إذا شفت البوز اللوف تاعي بأربع وصفات، والوصفة الخامسة شفناها الطريقة السليمة تاع التغلية تاع البوز اللوف. تهنينا من البوز اللوف، نمشيو للأحشاء ولا الغرنوق بحد ذاته. الغرنوق هو أساس تاع الكبش تاع العيد. الغرنوق فيه الكبدة، فيه الرية، فيه القلب، وفيه الأمعاء يعني تاع الكبش كما نعرفوا احنا بالمصارم. دوك هنا هو المشكل الكبير. كامل واش كاين في الغرنوق؟ نحي كل حاجة على جهة، وينحط في الماء والخل كل حاجة وحدها. الأمعاء في الماء والخل نصف ساعة مع مغرفة تاع الملح. عندي الكبدة في الماء والخل وحدها، القلب في الماء والخل وحده، والرية في الماء والخل وحده. هذه هي تطهير تاع الأمعاء تاع الكبش، يعني نطهر قبل ما نطيب. لازم عليا عملية تاع التطهير بالخل والملح والماء. نصف ساعة، راه اليوم أمامي طويل علاه نقلق، نديرو نصف ساعة حتى لساعة. من بعد نرفد، بعد اللي عقمت كامل بالماء والخل نصفيهم من الماء عادي ونبدا. هنا المصار نتاع الكبش نبدا بهم الاولين، لانه هما اللي صعب شويه في التنقيه. نقسمهم الطريقه التقليديه تاع جدتنا انه يربطوهم، وكي نربطهم مع احتراماتنا للوصفه الاصليه تاع الجدات، ولكن كي نربطوهم فما وين يزيدوا يتغلقوا. لازم عليا نقطعهم بالمسوده بالمقص باه يقدروا يعني يتنقاو. نرفد الماء وحده، وندلهم مغرفه تاع الملح.
ونخليهم يغلو حتى يطيبوا ويتنقاو، ونرمي ذاك الماء وندير ماء واحد اخر. الماء الاول دائما نرميه كما تاع البوزلوف، كي يدير الرغوه نرميه، ندير ماء واحد اخر تاع الماء عادي ونغليهم حتى نشوفهم تنقاو، نصف فيهم ونقطعهم. نولي للكبده، الكبده ما تغلاش، حذاري هي والقلب الماء والخل ونصف فيها. ولكن كاين بعض الاطفال يعني ما يحبوش ديك الريحه تاع الكبده، هنا واش ندير؟ كي تحبي تقليها ولا تشويها تحطيها في الحليب، اعطي لها واحد الخمس دقائق في الحليب في الثلاجه، غمريها بالحليب بعد تكوني عقمتيها في الحليب. الحليب يعطي لها واحد البنه، من بعد تصفيها من الحليب عادي، تتصفى تتشلل تتنشف وتتقلى. هذه كملاحظه. بالنسبه للريه وهي المشكل الكبير ايضا في الغرنوك، الريه تعقموها في الماء والخل، ترفديها تقطعيها على اربعه، ماشي كيما جداتنا زمان يفدوا كل شيء يديروه في الطنجره. نرفدها ونحطها في الطنجره، وذاك الماء الاول نصفي له الرغوه نتاعو، من بعد نعاود نغليها مره واحده اخرى. هذه هي التنقيه تاع الريه بالماء والملح، تغليها تصفيها وتولي تقطعيها. من بعد هنا تحبي ديريها شطيطحه تاع الغرنوك، يعني ولا اسهل، كنا شفناها العام اللي جاز، شطيطحه تاع الغرنوك سهله جدا كفطور تاع صبيحه العيد. مثلا تحطي شويه تاع القلب وشويه تاع الكبده يتقلاو وتصفيهم، من بعد في ديك المقله تعاودي ديري الزيت وتحطي الريه مع المصارن يتقلاو، ملح وفلفل والكمون، ترجعي لهم ديك القلب والكبده اللي عاودتي يعني قطعتيهم وقليتيهم. دي المره نديرو معدنوس، نديرو توابل ملح فلفل والزنجبيل ونزيدو الكمون. نحطو المعدنوس، حبه طماطيش مسكرفجه، مغرف طماطيش صغيره مصبره، ونمرق بنص كاس تاع الماء. نغلق الطنجره تاعي نار قليله ونخليها تتجمر، تولي عندك شطيطحه تاع الغرنوك ولا يعيطولو طاجين الشواء. هذه بزاف بنينه كفطور تاع العيد، ماشي يعني تاع ليهلي تاع ربع ساعه، خير من يعني نقليوها ونقلي واحد يدي واحد ما يديش، نديروها كطاجين تاع الشواء. وتاكدوا باللي بنينه وداروها يعني العام اللي جاز، ويعني لقات صدى كبير كبير. دوك واش بقالي؟ بقات لي الكرشه ولا الدواره. الدواره ما تغلاش، حذاري اذا غليتوها هذاك النهار نهاركم، يعني الدوره تغلات ريحه تنقص الكميه تاعها. الماء والخل نعطي لها ساعه، والملح نعقمها مليح مليح بعد اللي نكون يعني نحينا يعني كما كرطناها كامل، نقيناها بالموس، الماء مغلي. حذاري من الفيديوهات اللي راهي كاينه في صفحات التواصل الاجتماعي، واحد يقول لك دير الجير، واحد يقول لك دير الماده الفلانيه، حذاري. حاجه ما نعرفش عليها المحتوى تاعها، نشوف باللي شكيت فيها ما نديرهاش. الماء والملح والخل فقط، نولي الطريقه تاع زمان، الماء المغلي فقط، يعني تنقيوها مليح بعد تنشفوها وتقطعيها. تحبوها عصبان تحبوها بكبوكه، ولا نرضي كامل افراد العائله ندير عصبان في بكبوكه، طريقه ايضا سهله جدا. اذا هنا نولي للدواره نتاعي، نقطعها مرصوات صغار ونبدا بالعصبان. العصبان تاعي واش ندير فيه؟ هنا العصبان نولي للكميه تاع الريه والمصارن، مقطعين الصغار صغار صغار اللي ما يبانوش، نقليهم قبل ما نديرهم في العصبان، نقليهم بالملح والفلفل الكحل وسنينه تاع الثوم. من بعد نحطهم في جفنه، هذيك الجفنه واش ندير عليها؟ ندير عليها كميه تاع روز مغلي، ندير عليها غرفيه تاع حميصه تكون طايبه، نحط عليها ربطه قصبر، ربطه معدنوس، وكميه تاع نعناع يابس، نسكرفجو حبه بصل، سنينات تاع الثوم، وحبه طماطيش تكون مقطعه صغيره. ندير عليها ايضا توابل، ملح، فلفل كحل، كمون، زنجبيل، عكري، كركم، وكرويه. توابل حاره ما نعرفش المحتوى تاعها، بعد عليها، وقصبر يابس ومطحون. نحطهم لداخل، زوج مغارف تاع زيت حتى ثلاثه، ونخلط كامل الخليط مع بعض، ونعمر ما نساوش الملح، ونعمر العصبان ونخيطه. المرقه تاع العصبان هي البكبوكه، واش نديروا فيها؟ هنا نولي للمرقه تاعي باه تجيني بنينه، وعلى بالي باللي كاين عرايس جدد هذا العام، ماشي عيب انه ما يعرفوش. عروسه جديده تلقاها العيد تولي للعجوزه، العجوزه تساعد في العروسه والعروسه تساعد في عمرها، لانه كامل تعلمنا من الام، بعد المدرسه الكبيره اللي ديناها من عند العجوزه، وماشي عيب انه لانه العجوزه تعطيك الطريقه الصحيحه تاع زمان. تعلموا شويه ساعفوا بعضكم بعض، ماشي عيب اللي ما يعرفش، قلت العيب انه كي نبقى ما نعرفش. هذه هي كملاحظه. نولي للمرقه تاع البكبوكه، نشدوا الطنجره تاعي، نحط فيها البصل، نحط فيها الريه مقطعه كبيره، المصارن مقطعين كبار لانه تاع العصبان درناهم صغار، بصله، الثوم، راس تاع الثوم، الرند، ملح، فلفل كحل، ونقلي مع بعض، مغرف طماطيش مصبره وطماطيش تاع الحب، وندير عرف تاع كرافس، وندير نفس التوابل تاع المرقه اللي درناها في العصبان، ملح، فلفل كحل، كمون، عكري، زنجبيل، وكركم، قصبر يابس ومطحون، ونمرق بكميه تاع الماء. قبل ما نمرق نقلي ذوك العصبانات الكبار بهجوني بنان، ونمرق وندير الحميصه، نار قليله العصبان رايح يطيب لك ويتجمر.
اذا رضيتي افراد العائله درتي بكبوكه في العصبان، اللي يحب البكبوكه يتناول البكبوكه، اللي يحب العصبان نعطيو العصبان. وهذه هي يعني اجواء العيد تمشي ان شاء الله. يوم اول عيد نديروه فقط بالعصبان وبالدواره، وهذه هي يعني وصفاتنا لكم بسرعه. تبقى لي يبقى معنا وقت نشوف ملاحظات اخرى ولا ما عندناش وقت؟ في دقيقة دقيقة. قلت باللي وصفات لحم العيد، قلت باللي اللحم تاع العيد دي طيبو بما يحبش اللحم العيد، ما يحبش توابل، ماهوش كيما الدجاج. اللحم تبلوه فقط بالملح والفلفل الكحل تكفيه، نكثر له التوابل اللحم تروح بنتو. نتكلموا على وصفات اللحم في ثاني يوم العيد في ضحى القناة، وهذا ما كنت سأتكلم عليه. يعني نلتقيك ان شاء الله ثاني ايام العيد.